النبيين عدا وكربلاء وجوههم شعط لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. كان الخط المناوئ لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤصل للخنوع والاستكانة للظالمين، ولا يزال هذا الخط يؤصل لهذا التأصيل أو لهذا الأصل بنحو أو بآخر. حين يتغلب الظالمون على هذه الأمة فإنهم يسعون في الأرض فسادا، وليتهم يكتفون بذلك، إنهم يضيفون إليه سعيا في الدين فسادا، وهذا من أخطر ما يكون ومن أوجب ما يحتاج إلى المواجهة أو ما يتطلب المواجهة والتصدي. حين يعبث الحاكم أو الظالم بالدين ومفاهيم الدين وأسس الدين، فإن هذا من أوجب ما ينبغي على المرء المؤمن أن يواجهه ويقاومه. الحسين صلوات الله وسلامه عليه انطلق من هذا المنطلق، أنه لا يمكن الإغماض عما يقوم به الظالمون من عبث في دين الله عز وجل، ولا يمكن التغاضي عما يقومون به من سفك للدماء واستئثار بالفيء وظلم للعباد. في قبال هذا المبدأ العظيم الذي يشجع الإنسان على أن يثور على هؤلاء الظالمين، هنالك المبدأ البكري الذي هو في حقيقته يدعو إلى أن يسلم الإنسان بالأمر الواقع مهما حصل. فوإن تجبر متجبر أو استأسد ظالم
على الناس وعبث بدين الله عز وجل، فإن المطلوب هاهنا منك هو مجرد الدعاء والتضرع لا أكثر. أما أن تغير شيئا، أن تسعى لمواجهته، أن تهتم بالثورة عليه، فهذا أمر غير متاح لك. وهذا ما يمكن أن نسميه بالقعود السلبي، لأنه تارة يكون هنالك قعود عن جهاد الظالمين ولكنه قعود إيجابي، وهو ما يصطلح عليه فقهيا بمرحلة التقية. التقية الشرعية كما بينا غير مرة هو هذا القعود الإيجابي، قعود استراحة المحارب، فترة من الزمن تقعد لعدم وجود كفاءة في مواجهة الحكم الظالم أو الفئة المتجبرة أو الباغية أو ما شاكل، تقعد ولكنك في قعودك هذا تستجمع القوة، تهيئ أسباب القوة للكرة من جديد، لكي تعود من جديد لمقاومة هذا الخط الباطل، خط الظلم، خط الطغيان، خط الانحراف. فهذا هو القعود الإيجابي. أما القعود السلبي فهو هذا الذي ينظر له اليوم عند الطائفة البكرية أو عند الطائفة البترية أو عند بعض الغافلين من الإمامية الذين يريدون تحويل التقية الشرعية إلى تقية مغلوطة، يريدون تحويل التقية من حالة استثنائية إلى حالة دائمة، بحيث أن الواقع العملي يكون هكذا، أنك تقعد فقط وتقعد، لا أنك في قعودك تهيئ أسباب القوة للثورة من جديد. هذا كلية يناقض منهاج سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا في الواقع هو منهاج أولئك الذين عارضوا حركة سيد الشهداء، هذا في الواقع منهاج أعلام الطائفة البكرية وليس منهاجنا، ليس هذا ما تعلمناه من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وإنما تعلمه مخالفون من أئمتهم، وجاء علماؤهم ليؤصلوه في كتبهم وليشكلوا به على ثورة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. دعني أضرب لك مثالا. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا معروفا وهو كتاب منهاج الكرامة. في هذا الكتاب هاجم عليه الرضوان، هاجم طائفة أهل الخلاف والمغالين منهم على التحديد في موقفهم من الطاغية يزيد بن معاوية لعنة الله عليهم. فماذا قال؟ قال: وتمادى بعضهم في التعصب، يعني بعض أهل الخلاف، وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقدوا إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنه من الأفعال القبيحة من قتل الإمام الحسين عليه السلام ونهب أمواله وسبي نسائه. هذه عبارة العلامة الحلي.
كما تعلمون منهاج الكرامة للعلامة الحلي ألف شيخ مشايخ النصب والضلالة ابن تيمية الحراني، ألف كتابا في الرد عليه أسماه ماذا؟ منهاج السنة. في منهاج السنة لابن تيمية هذا في المجلد الرابع الصفحة 529 يرد على كلمة العلامة الحلي في هذا الشأن تحت عنوان كلام الرافضي على يوم مقتل الحسين رضي الله عنه والرد عليه، تحت هذا العنوان يقول هذا الرافض العلامة الحلي أثار قضية مقتل الحسين صلوات الله عليه ولامنا وعاتبنا على أننا اعتقدنا إمامة يزيد بن معاوية ونحن لا لوم علينا في ذلك. بحث المسألة وسود صفحات من كتابه في الرد على العلامة الحلي في هذا الشأن وكأنه لا يستحي من أنه يدافع عن إمامة يزيد وأن خروج الحسين عليه كان خروج مفسدة ولم يكن خروج مصلحة، كان اللازم على الحسين أن يخضع ويركع ليزيد، يسلم ليزيد، يقبل به. ماذا كانت وظيفة الحسين؟ يقول المفروض وظيفة الحسين لما يرى منكرات من يزيد وظيفته يرفع إيده ويدعو بس، يقتدي بمن؟ يقتدي بالحسن البصري. الحسن البصري لعنه الله من كبار أعلام أهل الخلاف من التابعين عندهم يقدسونه كثيراً، والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصفه بأنه سامري هذه الأمة، هذا الحسن البصري. هذا ليش؟ لأن هذا كان يقول لا مساس، هذا كان يقول بعدم وجوب الجهاد، جهاد الباغين، جهاد الذين يتسلطون على هذه الأمة، لازم الواحد يكون دائما سلبي هكذا، ينظر أمام عينيه انتهاك الحرمات، تدمير الإسلام، العبث بدين رسول الله صلى الله عليه وآله، القتل والاغتصاب والسرقة والجور إلى ما هنالك، بس عليه لازم شنو؟ يدعو الله، أكثر من هذا ما يسوي، ما يتحرك لا، لأنه هذا يوقع المفسدة. يعني بعبارة أخرى تعطيل وظيفة الجهاد وتعطيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كان منهاج الحسن البصري. ومن الطبيعي جدا أن السلطة تحب مثل هذا الشخص لأنه يساعدها، دائما يدعو إلى تثبيط الناس، تنويم الناس، مع إقراره بأن السلطة ظالمة، لكن يقول لا، أنتم عليكم أن تناموا تقعدوا، بس روحوا صلوا وادعوا. جاء عصر الحجاج بن يوسف الثقفي لعنه الله، والحسن البصري كان موجودا، وكثير من الناس من المسلمين ثاروا على الحجاج لطغيانه وجوره. الحسن البصري ماذا كان يقول في إنكاره لهؤلاء؟ هذا الذي يستدل به ابن تيمية في منهاج سنته لما يرد على العلامة الحلي تحت عنوان كلام الرافضي على يوم مقتل الحسين رضي الله عنه والرد عليه، يستدل بكلام الحسن البصري، فماذا يقول؟ يقول وكان الحسن البصري يقول إن الحجاج عذاب الله،
فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يقول بس هذه وظيفتكم، هذا عذاب الله، ليش تقاوم عذاب الله؟ لا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، يعني لا تثورون عليه، عليكم بالاستكانة والتضرع بس. هذا مبدأ خطير، هذا جدا مبدأ خطير، هذا مبدأ يهدم أسس الإسلام، أسس الإسلام. وابن تيمية لا يستحي من أن يأخذ هذه الكلمة من الحسن البصري قاعدة وأمثولة لكي يدين بها حركة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ونهضته المجيدة. يقول كان المفروض الحسين يعمل مثل ما أو يفكر مثل ما يفكر الحسن البصري، يعني هذا هو المطلوب. ليش نخرج على يزيد؟ شنو يزيد صار رافضي؟ إذا صار رافضي نخرج عليه، أما صار ناصبي، صار قاتل، صار مجرم، صار منتهك للحرمات، فليفعل ما يشاء، احنا علينا بس نروح وماذا نصنع؟ نتضرع ونستكين، نطلب من الله ان الله عز وجل يعني يميته، يهلكه، يفعل به ما يشاء، اما احنا نقوم نتحرك نسوي ثوره؟ لا. ابن تيمية كان من أي بلاد؟ من بلاد الشام. والآن هؤلاء الثائرين، هؤلاء الثائرون على بشار الأسد يعتزون بابن تيمية ويعتبرونه قدوة لهم، صحيح؟ فإذا لماذا تخالفون منهجه؟ هو يستدل بكلام الحسن البصري، يقول: الحجاج من عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم. أنت شيل كلمة الحجاج، خلي مكانها شنو؟ بشار الأسد. بشار من عذاب الله، فلماذا تدفعون عذاب الله بأيديكم؟ عليكم بالاستكانة والتضرع. يقبلون الآن ثوار سوريا هذا الحكي؟ الجيش الكر هذا يقبل بهذا الحكي؟ ما يقبل. يقول لا، كيف نصافح الظالم؟ كيف نقبل بالظالم بعدما سفك دماءنا ودمر بلادنا وفعل ما فعل؟ ما نقبل. إذن ليش تحترم ابن تيمية؟ شلون تصحح منهجك؟ تعال قل لي أنت منهجك هذا. هذا هم يقول منهاج السنة، يعني هاي هي السنة، هذه السنة، السنة هذه، هذا كتاب عنوان ابن تيمية، منهاج السنة، خلص هذه سنة رسول الله حسب ادعائكم. ليش ما تقبلون؟ ما تقدر تصحح منهجك إذا أردت أن تثور على الظالم إلا أن تقول منهجي حسيني، مو منهج ابن تيمية، مو منهج الحسن البصري، مو منهج أعلام أهل الخلاف. ما تقدر تصحح ثورتك شرعاً، ما تستطيع أن تصحح ثورتك إلا باتباع أسس المنهج الحسيني. تقول إيه، أستدل بكلام الحسين عليه الصلاة والسلام حين خرج على يزيد وقال: إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. هذا المنهاج إذا تتخذه تقدر تسوي ثورات، تقول هاي ثورات شرعية. أما إذا تأخذ منهاج الحسن البصري، تأخذ منهاج ابن تيمية، تأخذ منهاج عبد الله بن عمر بن الخطاب، منهاج عبد الله بن عمرو بن العاص،
المناهج هذه التي تأسست بناء على أعلام وأركان ورموز الملة البكرية، فكل هذه الثورات عصيان لله، كل هذه الثورات بناء على مذهبكم أنتم. فهؤلاء الذين يحرضون اليوم كهنة الطائفة البكرية على الفضائيات، عرعور وطرطور وغيره، يطلعون حتى يحرضون الناس على الثورات والقتل، وقاوموا وحاربوا. هؤلاء في الواقع مرتدون عن المذهب البكري، مرتدون، ده يخالف أسسه هو. يغالط ما هو عليه ويستغفل الناس، بل تصير رافضي ساعة إذن إلك حق تسوي ثورة. أما باقي بكري، البكرية دائما حليفة السلطان، مع السلطان دائما، إلا إذا هذا السلطان صار رافضي، ذلك الوقت شنو يقومون عليه. ولذلك ملبسين تهمة الرفض لمن؟ لبشار. نقول مو مشكلة بشار رافضي يسموه علوي رافضي، مع أنه بشار لا دين له، على أي حال دينه البعث، دينه البعث. المهم على فرض نقول خب حسني مبارك ليش جوزتم الخروج عليه؟ قذافي كان رافضي بعد، حسني مبارك كان رافضي، زين العابدين بن علي كان رافضي، هذولا كانوا روافض، هذولا كانوا رافضة، ما كانوا، هذولا كانوا منكم، لماذا جوزتم الخروج عليه؟ هذا ارتداد عن مذهبكم، لازم بس الآن تتوبون إلى الله، وبس تروحون تتضرعون في المساجد وتقولون ربي تب علينا لأننا ارتكبنا أخطاء عظيمة تخالف منهاج السنة. إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، هذا منهاجكم. زين، هذا لا شك انحراف خطير، أن يؤصل مثل هذا الأصل ويثبت مثل هذا المبدأ الذي ينوم الأمة على طول الخط، هذا لا شك يحاربه الحسين عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرج وقام وصار قدوة لكل ثائر حر. ولكن هنا مسألة لا ينتبه إليها جيدا، أية ثورة طلبها الحسين عليه الصلاة والسلام؟ أية ثورة؟ الثورة التي كان يريد من ورائها الحصول على الحكم فقط وفقط، أم الحصول على الحكم لإقامة الدين؟ فهي ثورة للدين قبل كل شيء آخر. لا شك أن الجواب هو الثاني. ثم هنا سؤال ثاني مهم جدا ولا يلتفت إليه عادة، وهو أن الحسين عليه الصلاة والسلام لا شك على اعتقادنا نحن شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا شك أنه كان على اتصال بالله عز وجل، يتلقى الأوامر من الله، ولا شك أنه كان عالماً بأنه سيقتل لا محالة، هذا على اعتقادنا نحن، وعلى اعتقاد المخالفين غصب عليهم هم يعتقدون بهذا الاعتقاد، لازم يقولون صحيح كان عالماً بأنه سيقتل. ليش؟ لأنه قد تضافرت الروايات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله على ما هم يروونه أنه تنبأ باستشهاد الحسين عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمير المؤمنين، وكذلك الحسن، وكذلك الحسين نفسه، هم يروون أن الحسين عليه السلام يقول أنا ما أظن للشهادة، رسول الله أخبرني بذلك. فإذا كان الأمر هكذا
إذا كان الأمر أن الحسين عليه السلام عالم قطعا بأن حركته وثورته هذه لن تفضي إلى انتصار مسلح عسكري على الأرض، ماكو انتصار عسكري على الأرض، وإنما هو سيقتل، إذن أي فائدة في هذه الثورة؟ ما راح توصلك للحكم، فأية فائدة؟ الفائدة هي هذه: إيقاظ الأمة. كادت وظيفة الأمر بالمعروف، كاد حكم الجهاد أن ينسى عند هذه الأمة. بسبب من؟ بسبب رموز الطائفة البكرية التي كانت تؤصل للمبدأ المنحرف: عليكم الاستكانة والخضوع. ففي إزاء هذا، من هو الذي يعيد الأمة إلى مبادئها من جديد ويوقظها ويجعلها تنتبه إلى أهمية العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين والبغاة والطغاة؟ إنه الحسين عليه الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى، إن لك أن تقعد إذا ما كنت أضعف من العدو، تعمل بالتقية، لك الحق. ولكن إذا بلغ الأمر في قعودك مبلغ أن ينسى الإسلام أو تنهدم أحكام الإسلام أو أسس الإسلام أو مبادئ الإسلام، فهنا لا يسعك القعود بحجة التقية، لا بد أن تثور وأن تمد رقبتك للسيف. إذا قعدت والحال هذه، فأنت آثم، والتقية التي تتشبث بها تقية مغلوطة لا تقية شرعية. فليكن هذا متضحا، لأن اللبس هذا أو هذا الالتباس موجود عند الناس. الحسن عليه الصلاة والسلام قعد لم يثر. لماذا؟ لأنه وجد أنه ومن معه من خلص المؤمنين أضعف من كفة معاوية لعنه الله ومن معه من أتباعه أتباع الضلالة. لماذا قعد؟ والحال هو ذاته بالنسبة إلى الحسين، كانت جبهة الحسين أضعف من جبهة يزيد، لماذا لم يقعد ويستنى بسنة أخيه وسيرة أخيه؟ الجواب هو هذا: قعود الحسن أولاً كان بعد مناوشات بين الطرفين، هذا واحد لازم يلتفت إليه. ثانياً، حين قعد الحسن عليه الصلاة والسلام لم تكن تلك المبادئ قد نسيت. وظيفة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كانت موجودة ولو بحدودها الدنيا، ما نسيت، ما حذفت من القاموس الإسلامي. أما حين آلت النوبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فالوضع اختلف كليا. بالفعل أصل لمنهج جديد لحذف هذه المبادئ الإسلامية من قاموس الإسلام. ماكو بعد أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ماكو جهاد، خلص ماكو مقاومة للمتجبرين، بل أصلت الذلة، أن الذلة تبقى وتتأصل في هذه الأمة وتستحكم، بحيث يصبح دين الناس دين المذلة وليس دين الإباء ودين العزة. فالوضع مختلف، لا يسع الحسين عليه الصلاة والسلام هنا القعود، لا بد أن ينهض، لا بد أن يقوم
لأن قعوده أكثر معناه أن الإسلام سينهدم. أما قعود الحسين عليه الصلاة والسلام فلم يكن هكذا، بل على العكس من ذلك، لو أن الحسن عليه الصلاة والسلام قام لكان الإسلام قد انهدم. نعم، لأنه لو كان قد قام كان سيسحق هو ومن معه من قبل معاوية كما صنع بالحسين عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينفرد معاوية بالأجواء كلية. وهذا معاوية ماكر خبيث ثعلب، يعرف شلون يقلب الدين كله، مو مثل يزيد. يزيد كان طائش، تأثيره خداعه مكره ما كان بمستوى أبيه. على أي حال، كل من الإمامين صلوات الله عليهما موقفهما صواب في ظروفهما، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كما في الحديث الصحيح المشهور: الحسن والحسين إمامان، قاما أم قعدا، سواء قاما أم ماذا أم قعدا، هما إمامان. ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه الكلمة؟ لماذا لم يكتفي بقوله الحسن والحسين إمامان فقط؟ ليش يقول قاما أم قعدا؟ لأن الحسن قعد والحسين قام، فحتى لا واحد يشتبه يجي يعترض على الحسن، كما حصل بعض القاصرين اعترضوا، جاءوا للحسن قالوا له: لماذا تقعد؟ قم. وآخرون أيضا من القاصرين جاءوا للحسين وقالوا له: لماذا لا تقعد؟ لماذا تقوم؟ على الحسن صار اعتراضات، على الحسين صار اعتراضات، في حين الطرفان مخطئان. لو أن الطرفين تأملا جيدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لما نطقا بهذه الكلمة. ورسول الله بصريح العبارة يقول لك: قاما أم قعدا، إمامان تأتم بهما. هم أعرف، مو أنت تروح تصحح للإمام مواقفه. فمن هنا كان لابد للحسين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن يقوم، وكان لابد أن لا يلتفت إلى أي حجة يطرحها المثبطون. وهؤلاء المثبطون للعلم ما كانوا من أراذل الناس، كانوا من علية القوم، كانوا ممن يحسبون على أنهم أكابر المسلمين. ما كانوا أي ناس هؤلاء. الرموز البارزة في المجتمع الإسلامي في عصر الحسين عليه الصلاة والسلام كلها وقفت ضد الحسين، تدري لولا الرموز البارزة خطأته، لامته، اعتبرت أن قيامه وخروجه ضرب من ضروب التهور والمخاطرة غير محمودة العواقب. كل من هؤلاء الرموز المثبطون، كل منهم جاء للحسين عليه السلام بلسان ناصح، داعيا إياه إلى أن ينصرف عن مسيرته الاستشهادية والثوروية. وكل منهم اتخذ حجة ما. وسبحان الله، هذه الحجج أيها الإخوة وهذه الذرائع ما زالت تسوق إلى اليوم، لا في طائفة أهل الخلاف فقط، بل في طائفتنا أيضا نفس المنطق ترى موجود. يحاولون أن ينوموا ويقضوا أو يئدوا كل حركة إنهاضية لهذه الأمة لكي تعود إلى صفاء دينها وتنبذ المنحرفين، وخاصة من تسلط منهم، لأنه كما تعلم المنحرف إذا لم يتسلط، ما كانت بيد سلطة، فإن تأثيره أضعف بكثير مما لو كان متسلطا بيد سلطة وقدرة. شلون تقدر تواجه؟ أصعب بكثير.
مما لو كان هو فقط لوحده بلا سلطة بلا قدرة. الحسين عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هؤلاء، كل واحد أعطاه جواب بطريقة معينة تلوق له يعني على قد عقله كل واحد، واستدعى الموت القاطع لتثبيط المثبطين. خلص قال موت 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 في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. كلمة مقدسة ذهبية لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. أنا إذا أجلس وألتزم بكلامكم هذا وحججكم وذرائعكم فإن هذا يجعلني عاصيا لله عز وجل، وهذا ما لا يكون مني. ماذا حصل؟ توجه إلى الحج صلوات الله عليه وقطع حجته. لماذا قلبها إلى عمرة مفردة؟ لماذا؟ لسببين رئيسيين أيضا لا يلتفت إليهما جيدا. السبب الأول يزيد عليه اللعنة، أمر عمر بن سعد لعنه الله على جيش وأمره، هذا كان الأمر الأول ترى قبل ما يؤمر في الأمر الثاني حتى يأتي للحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء، لا قبل ذلك أمره على أن يتوجه بجيش وولاه أمر الموسم موسم الحج، وعلى أساس أن يقبض على الحسين عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني، شكل يزيد فرقة اغتيال، هذا مذكور في التواريخ، قلت لا يلتفت إليه مع الأسف كثيرا، شكل فرقة اغتيال من 30 رجلا من شياطين بني أمية وقال لهم تذهبون إلى مكة وتقتلون الحسين كيفما اتفق. فرقة اغتيال تروحون خلص. هذان النبآن وصلا إلى الحسين عليه الصلاة والسلام فاضطر لقطع حجه والمسارعة إلى الكوفة إلى العراق، ومنها جعجع به إلى كربلاء. لما فشى في مكة نبأ أن الحسين عليه السلام قطع حجه وأنه عازم إلى المسير إلى العراق إلى الثورة، قامت قيامة الأكابر ممن عدوا آنذاك. ماذا؟ الأكابر، أكابر المسلمين، فكل واحد منهم جاء إلى الحسين عليه الصلاة والسلام وأراد ثنيه عن المسير، وكل واحد اتخذ له حجة. واحد من هؤلاء الأكابر عند القوم وهو عندنا من الأصاغر ابن عباس. ابن عباس جاء إلى الحسين بمنطق دنيوي، أراد من الحسين عليه الصلاة والسلام أن يمتنع عن مسيره أو أن يعدل الخطة الثوروية، هذه هاي خطة الثورة شوية يعدلها حتى يكسب نجاح دنيوي. ماذا حصل بين الحسين عليه السلام وابن عباس؟ نعرف ذلك من مراجعة التواريخ، ومنها ما رواه أبو مخنف الأزدي في مقتل الحسين عليه السلام في الصفحة 65، والطبري في تاريخه في المجلد الرابع الصفحة 288، والمؤرخون كثر، ابن الأثير في الكامل وغيرهم أيضا، قالوا أتى الحسين عبد الله بن العباس فقال يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه
الهلاك والاستئصال. أنا أخاف عليك أن تهلك، أن تستأصل أنت وأهل بيتك. إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم. إذولا أهل غدر، ذولا لا تتقرب منهم. أقم في هذا البلد في مكة فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم ثم أقدم عليهم. يقول له أنت ليش تخرج؟ هذول قوم غدر، هذول أنت إذا صدق يردونك، يعني إذا يريدون أن يولوك عليهم وصادقون، اكتب إليهم أول شيء أنتم قوموا بثورة مصغرة، أخرجوا عاملكم، يعني أخرجوا الوالي اللي عليكم من بني أمية، أخرجوا طلعوه، خلوا حرروا أولا الكوفة بعدين أنا أقبل عليكم. مو أنه تنتظروني أنا آتي فتبدأ يعني مرحلة الثورة، لا، اسبقوني أنتم بمرحلة الثورة. زين، هذا الاقتراح الأول من ابن عباس. الاقتراح الثاني يقول: فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا، وهي أرض عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاءك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. يقول إذا صممت على الثورة والخروج فلا أقل لا تروح إلى العراق، لا تروح لذولا، روح إلى اليمن. ليش؟ أولا اليمن أرض جبلية فيها شعاب وجبال، يعني تقدر تروح شنو تختبئ في إحدى تلك الشعاب، لا يصل إليك العدو، تتحصن شوية. مثل أسامة بن لادن شلون كان متحصن؟ كان يقال سابقا متحصن بجبال تورا بورا، بعدين اكتشفوا وين كان؟ في إسلام آباد. هسه الظواهر يمكن في إحدى الجبال، ما ندري، يتحصنون عادة هذولا، يتحصنون بالجبال إذا كان عدوهم خطيرا. فيقول له أنت تقدر تتحصن هناك، وثم عندك في اليمن هم شيعة موجودين، مو بس بالعراق، عندك شيعة إذا لم يناصرونك، ومن هناك أنت متحصن في مأمنك، تكتب رسائل، بعد اكتب رسائل للبلاد، للأمصار، للبلدان، أنه قوموا ثوروا، تكتب لهم بما تشاء، فوانت مرتاح يأتيك الأمر في عافية، وانت مرتاح يقومون يثورون عليك، يثورون على الظالمين، يثورون لأجلك. طبعا لماذا ابن عباس يقترح على الحسين عليه السلام هذه الاقتراحات؟ لأنه غير معتقد بالإمامة. إذا معتقد بالإمامة يقترح شكل اقتراحات على الإمام عليه الصلاة والسلام. المعتقد بالإمامة هو ذلك الذي يسلم للإمام، خلص، يقول ما صنع الإمام هذا وحي يوحى، خلص هذا من الله عز وجل، ما بي مناقشة، ما بي اقتراح أصلا. زين، هذا الاقتراح الثاني. شوف الاقتراح الثالث، يقول: فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك، فإني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. قال أقلا هذه الثالث بعد اقبل. الآن ما تقبل الخطة الأولى، الاقتراح الأول أنه أنت تدعو أهل العراق إلى أن يثوروا، أنت قاعد مكانك مرتاح. والاقتراح الثاني أن تذهب إلى اليمن، أنت الآن مصر على أن تذهب إلى العراق، أقلا اذهب إلى العراق بلا نسائك وصبيتك، حتى هؤلاء لا يتعرضون إلى الظلم، لا يتعرضون إلى القتل، لا يتعرضون إلى السبي كما صنع بعثمان.
فإن عثمان قتل ونساؤه وولده ماذا ينظرون إليه؟ هذا من هوان الدنيا على الله، أنه ابن عباس هكذا يخاطب الحسين عليه الصلاة والسلام، حجة الله، ويماثل بين شأن الحسين وشأن عثمان الطاغية الثالث. هذا من هوان الدنيا على الله. الحسين عليه الصلاة والسلام ما قبل الاقتراحات كلها، ما قبلها، وفي بعض الروايات قال له، وستأتي بعضها، أنه رسول الله أمرني بذلك، تقول صبيتي وأطفالي ونسائي شاء الله أن يراهن سبايا. خلص، هذا أمر الله عز وجل، هذا تضحية لأجل الدين. هذا المنطق الذي لا يفهمه ابن عباس. ابن عباس ما يفهم هذا المنطق، ابن عباس دنيوي يريد الدنيا، وكان كل خوف ماذا؟ أن تؤول السلطة يوما ما إلى ابن الزبير، هذا كان خشيته. للعلم هذا ابن عباس وابن الزبير عدوان، والعداوة بينهما مستحكمة، يكره كل واحد منهم صاحبه. ابن عباس من ذاك اليوم يكره عبد الله ابن الزبير، يكره موت، ما يتحمله، ما يطيقه أصلا. ويدري إذا الحسين عليه الصلاة والسلام خرج من الحجاز فسيستفرد ابن الزبير بالحجاز، لأن الناس كانوا مع وجود الحسين عليه السلام لا يعدلون به أحدا. كان أكو أكابر رموز. الرمز الأول كان الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام، الرمز الثاني عبد الله بن عباس، الرمز الثالث عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، إذولا الموجودين، إذولا الرموز كانوا ذاك الوقت. شايف شلون؟ ابن عباس ما بيحيل ثورة أصلا، مو شغله، مال شغل ثورة وسيف وقتل، هو أم جبان هذاك، لا، شجاع. عبد الله ابن الزبير شجاع، ذاك وارث الشجاعة من أبوه، فمستعد، عنده طموح نحو السلطة. فيدري إذا الحسين عليه السلام يروح يخلو له الجو، فمن هنا ابن عباس كان ينصح الحسين، يا عمي ابقى هنا بأي طريقة، أو روح اليمن، حتى شنو؟ يقطع الطريق على عبد الله بن الزبير أن يصل إلى الحكم، مو لله، مو أنه يريد بالفعل الحفاظ على الحسين عليه السلام، هذا رجل دنيوي هذا. لاحظ في الرواية ذاتها يقول: ثم قال له ابن عباس، ابن عباس يقول للحسين بعدما الحسين عليه السلام ما قبل اقتراحاته، قال له ابن عباس: لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك. يقول أقررت عينه، خليت للجو بخروجك من الحجاز، أما اليوم اللي أنت موجود ماكو أحد بعد ينظر لعبد الله ابن العباس مع وجودك أنت، الناس تنظر إليك أنت، أنت السيد، أنت العظيم، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك، يعني أنت موجود ما ينظرون إليه، لكن الآن اللي تخرج رح ماذا تجعل الناس يلتفتون إليه، وقد أقررت عينه، لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك، والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علينا الناس أطعتني فأقمت لفعلت ذلك. شوف الجسارة وقلة الأدب والوقاح. ابن عباس يخاطب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، حجة الله، إمام الخلق في ذلك الزمان، يقول له: والله لو أنا بيدي وأدري إنك تطيعني أخذ بشعرك وناصيتك، يجي أجرك من شعرك حتى تقيم هنا، والله الذي، ويقسم
والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علينا الناس، الناس هم يجون يجتمعون علينا أنه يقولوا لي تركه تركه، حتى يجتمع علينا الناس أطعتني فأقمت، يعني بسبب هذا تطيعني فأقمت لفعلت ذلك، أما أدري حتى لو أسوي هالشكل شنو ما تطيعني. هذا خطاب واحد معتقد بالإمامة، هذا كلام واحد معتقد بالإمامة، هالشكل يخاطب إمامة يقول له أخذ بشعرك وناصيتك، وقاحة هذه. يقول: ثم خرج ابن عباس من عنده فمر بابن الزبير، طالع ابن عباس من عند الحسين عليه السلام مر بمن؟ بابن الزبير، شافه فقال: قرت عين ابن الزبير، لأنه الحسين راح يروح بعد إخلالك الجو. ثم أنشد قائلا: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. القبرة هذا الطائر المعروف، يقال أنه كان أكو مثل أنه واحد راح ونصب لها فخاخا وجعل فيها شيئا من الحبوب وما شاكل حتى تأتي القبرة، فما جاءت، قاعد ساعات منتظر ما جاءت، فبعد عجز راح أخذ الفخ ورجع، وهو راجع التفت وراء شاف القبرة شنو جاءت ودا تأكل نفس الحبوب، فقال هذه الأبيات فصارت مثلا: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو، بعد ماكو فخاخ، خلا لك الجو فبيضي واصفري صفري ونقري ما شئت أن تنقري. نقري والتقطي الحبوب. هذا الحسين يخرج إلى العراق، يخاطب ابن الزبير، ها ابن عباس يخاطب ابن الزبير يقول له: هذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز، يلا العب بعد كما تشاء. أكو مثل عند الإخوان المصريين شو يقولون؟ يقولون: إن غاب القط العب يا فار، مو هالشكل الشكل يعني، هكذا يقول. قيل: وكان الحسين يقول عليه الصلاة والسلام، شوف هذا كان جواب الحسين لهؤلاء: والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، طلعون دمي من جوفي، هذول بنو أمية وأشياعهم، والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرم المرأة. شنو يعني فرم المرأة؟ في نفس الرواية موجود قال: والفرم خرقة تجعلها المرأة في قبولها إذا حاضت. يقول شلون هاي الذليلة خسيسة مليئة بالنجاسات؟ يقول الله عز وجل سيذلهم أذل منها. لما ماذا يصنعون؟ لما يستخرج هذه العلاقة من جوفي. هذا كان موقف الحسين. شوف منطق ابن عباس شنو كان؟ منطق المصلحة، مصلحة دنيوية. ما فقه ولا فهم ثورة الحسين، ولا عرف منهاج الحسين عليه السلام، ولا درى ولا استوعب أن الحسين عليه السلام إنما يخرج ثائراً لله عز وجل، لإيقاظ الأمة، لإيقاظ ضمائر الأمة، لإحياء الدين، لإماتة البدعة، لإقامة السنة، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر. كل هذه المفاهيم، كل هذه الغايات والأهداف المقدسة ما كانت مستوعبة عند ابن عباس. لذلك شوف منطقة مع الحسين شنو؟ منطق دنيوي مصلحتي. لا، قل لهم هم خلي يثورون أولا، أنت قاعد بمكانك مرتاح، إذا صدق ثاروا وبعدين روح لهم، إذا ما ثاروا فأنت شنو؟ أنت مرتاح، ماكو إلك، ماكو عليك شيء. كأن الحسين طالب سلطة مجردة فقط،
روح لليمن هناك تحصن في بعض الجبال وكذا واكتب للناس، يعني زج الناس في المعارك وفي المشاكل وانت مرتاح في مأمن. وأهم شيء شنو؟ لا تخلي الجو للقبرة. هذا ابن الزبير، هذا لا تخلي للجو يا معود. منطق دنيوي يتكلم، منطق المصلحة. سؤال مهم الآن أريدك أن تلتفت، إحنا لازم نعكس قضية الحسين عليه السلام على واقعنا المعاصر. سؤال أسألكم، كم شخصا يعارض منهاجنا هذا بداعي المصلحة؟ سؤال. نفس منطق ابن عباس موجود، نفس المنطق. تقول لي يا أخي أنا ثائر لأهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. المعروف ولاية أهل البيت، المنكر ولاية أعداء أهل البيت، هذا لازم ننهي عنه. ولاية أبي بكر معروف أم منكر؟ سؤال. منكر، زين، لازم ننهى عنه. ولاية عمر، ولاية عائشة، هذا منكر في ميزان الشرع عند الله، عند رسول الله، عند الأئمة الطاهرين عليهم السلام. لا يجوز للمسلم أن يتولى المنافقين وهؤلاء منافقون، ما يجوز. فلا بد أن ننهى. شنو يجابهن؟ ماذا يقولون؟ المصلح. وسبحان الله ما تقدر هم يعني من هلقة زئبق ما تقدر تلزمه بمكان. شوف شلون أنا أتذكر بالكويت، أتذكر أنتوا تعرفون أنا منهاجي هذا كان حتى بالكويت، ولذلك سجنت على ذلك. أتذكر بعض الأكابر الرموز، يعني الأكابر كان منهم ابن عباس، ابن الزبير، كذا، كان مجموعة جايين عندي، كانوا بالمكتب أتذكر، واجتماع على مستوى القمة يعني، زين، كانوا جايين ويعني ناصحون، يعني ناصحون من أكابرنا يعني هالشكل، جايين وقايلي لي أنه من بين كلامهم، كان من بين كلامهم أنه أنت المشكلة، أنت الآن حسب تعبيرهم أنت في دولة سنية، زين، أنت في دولة سنية على حسب تعبيرهم، يعني أنت لو تريد هذا المنهج اللي أنت ماشي به، هذا الكلام اللي أنت تقوله، والمجلة اللي أنت تصدرها، كان عندنا مجلة ذاك الوقت، مجلة المنبر اسمها، فإذا تريد لازم تروح بلاد الغرب، روح لندن، حتى شنو هناك تتكلم براحتك، مثل منطقة ابن عباس يقول روح لليمن، هناك روح بلندن حتى شنو لا يصير يعني مشاكل لا إلك لا إلنا، حتى أي شيء يحجون ويانا يقول احنا ما لنا علاقة، الشيعة ما يتحملوا المسؤولية، هذا قاعد برا وهناك دا يحجي، صحيح؟ زين، أخيرا خون سجننا وصار ما صار وإجينا لندن، هسه شنو دي يقولون هناك؟ يقولون ها تفضل قاعد هناك بلندن بالبراد واحنا هنا ناكلها، اذا انت رجال تعال ارجع. شو تسوي لهم؟ صار مثل قضيه جحا مع ابنه، ما تخلص، تركب على الحمار، كلاهما ركبا على الحمار، قالوا شوف شلون دي يظلمون الحمار، نزل ابنه هو دي يمشي على الحمار، يقول شوف شلون ما يستحي، مخلي ابنه يمشي وهو راكب مرتاح، ركب ابنه قال شوف هاي الابن ايش قد ما يستحي، هذا اللي خلي والده يمشي وهو الولد على الحمار متنعم، ماكو فائدة، ماكو فائدة. أي شيء تقوم به من أجل نصر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، الانتصار لهم، الانتصار لهذا الدين، تواجهك ذرائع وحجج تافهة، كلها تريد منك أن ماذا؟ لن يرتاحوا إلا أن تعود إلى جحر تمكث فيه، هذا الذي يريدون، لأنه ما يريدون صدامات بصراحة، صدامات لا يريدون، إيه وراها دنيا أهلا بالصدامات. الحسين عليه السلام مشكلته كانت هذه عندهم، أنه يدرون الدنيا ماكو وراء، صدقوا بالله لو كانوا يعلمون أن الحسين عليه السلام بالفعل راح يتولى الحكم كلهم يصيرون وياه، أول واحد يجي ويا ابن عباس، أول واحد، هم أساسا اقرأ في ثورة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، جماعة كثر خرجوا مع الحسين عليه السلام من مكة، أما بالطريق هي طول طول الطريق الحسين عليه السلام ماذا يقول؟
يقول أنا ذاهب للشهادة، إني سألتقي بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إيش ده يحكي هذا؟ كله موت وقتل وشهادة، ماكو دنيا ماكو شيء، يعني ما نحصل. هذا يروح ينسحب، هذا يقوم ينشق، هذا يقول كل واحد يرجع صفالة. آخر شيء على شقد 73 نفر. وهاي القضية إلى ليلة العاشر ترى كانت تصير انشقاقات إلى ليلة العاشر. شافوا صدق ماكو شيء، يعني دنيا ماكو، أكو آخرة، بس منو اللي يفهم موازين الآخرة؟ منو؟ إحنا مشكلتنا هي هذه، دائما نغتر بظاهر الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا، ونميز أمورنا كلها على هاي المقاييس الدنيوية الرخيصة هذه، هاي اللي تسيرنا وهاي اللي تحكمنا. أما أنه واحد يفكر هالشكل للمستقبل الحقيقي، إحنا مستقبلنا كلنا القبر، ترى كلنا هذا مستقبلنا، مستقبلنا القبر وثم الآخرة، وماكو بعدين رجوع، ما تقدر ترجع، ماكو تذكرة رجوع، خلاص على طول هناك. لو كل واحد ينظر صدق، لو الآن ينكشف هالشكل، تباوع فوق، تنكشف أمامك الحجب، تشوف الجنة والنار، كل سلوكياتك تتعدل، كل السلوكيات. أي واحد هم يجيك يقول لك يا عمي لا تحكي على عائشة، يقول له الروح لك، ده أشوف أمامي هاي جنة عرضها السماوات والأرض، إذا أنا أتكلم على هذه الملعونة الفاجرة الزنديقة التي قتلت رسول الله وحرفت دينه، أروح أدخل الجنة؟ تريدني أنا أترك هاي الجنة أعمل بكلامك من أجل شنو بالله؟ حتى لا يقتلوك، وخلي يقتلوني خدا، أروح للجنة بعد، ده أشوفه قدامي. هذا اللي يشوف أمام عينه هو الذي يسترخص دمه وروحه. وصلنا إلى هذه المرحلة من اليقين أنه نشوف الحقائق أمام عيننا. مشكلتنا هذه. الحسين عليه السلام كان يرى، مو بس الحسين، أنصار الحسين لما كان يحز رأس الواحد منهم كانت تسمع ضحكاته. اقرأوا في المقاتل، يضحك، دنحز رأسه يضحك. ليش؟ لأنه اليقين، يقين يرى أمام عينه الجنة، ويرى رسول الله، ويرى أمير المؤمنين، ويرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم، يقبل عليهم. أكو لذة أحسن من هاي؟ أصلا ما يشعر الواحد بالألم، ما تشعر. وبالروايات ترى هم موجود، بالروايات موجود هذا، أنه الذي يستشهد في سبيل الله عز وجل يحز رأسه ما يشعر بألم، ترى ما يشعر بألم. الله عز وجل في هذه اللحظة يتدخل يشيل عنا الألم، يرتاح، يرتاح. هذا منطق ابن عباس مثل منطق بعض الناس اللي عندنا. أكو منطق آخر، هذا منطق من؟ عبد الله بن عمر. هذاك بعد خايس ابن خايس، هذا بعد واضح من البداية منطقة شلون راح يكون، بس الخايس أحيانا يحكي حكي يذوب القلب، يعني حكي عاطفي يتكلم، هذا لازم تلتفت إليه. إيش قد عندنا خايسين الآن في أوساطنا إحنا الشيعية؟ أكو خايسين موجودين، هؤلاء على رؤوسهم عمايم، بس خايسين، كتلة قذارة، بس حكية كلامه معسول، كلام عواطف بسرعة يستجرك، لازم تميز، دير بالك، حكم دائما عقلك وإيمانك والمبادئ الشرعية، لا يكون تغتر بالكلام المعسول العاطفي. هذا منطق عبد الله بن عمر. الواقدي ماذا يروي؟ يقول ولما بلغ عبد الله بن عمر ما عزم عليه الحسين من المسير إلى الكوفة دخل عليه وقال بأبي ونفسي لك الفداء يا ابن رسول الله. شو شلون بدأ؟ بأي كلمة؟ شكت كلمة عاطفية حلوة، بأبي ونفسي لك الفداء يا ابن رسول الله. زين، سمعت جدك يقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما لي والدنيا وما للدنيا ولي، يعني أنا لا من الدنيا ولا الدنيا إلي، أنا ما أهتم بالدنيا. هاي كلمة مشهورة للنبي
صلى الله عليه وآله، وأنت بضعة منه، أنت الحسين بضعة من رسول الله، وريحانته وسيد شباب أهل الجنة، وهذا يزيد رأس الضلالة. شوف شلون هم ده يجي صوب الحسين يقول إيه أنا أقر هذا رأس الضلالة صحيح، ولكن شنو مشكلتنا وياه؟ ومن يسمع منه إذا قاتل، هذا إذا يقاتلك يسمعون منه يجون وياه، أنت ما يجي معاك أحد، وأنت الدنيا مو من ثوبك، أنت بضعة من رسول الله، ورسول الله كان تارك الدنيا، فشلك بهاللغوة، شلك بهالمشاكل، شلك بهالصراع من أجل الدنيا، أحمق. متصور الحسين دي صارع يزيد على الدنيا، على الحكم، على السلطة، على الإمرة، هذا اللي متصوره هذا الأحمق. لأنه كذلك ما يعتقد بالإمامة، واحد مخايس كان. ولست آمن عليك منه. يقول فلما رآه مصرا على المسير قبل بين عينيه وقال أستودعك الله من قتيل. شوف كل كلام عاطفي، كلام عاطفي، ويقول له ترى هذا مو أنت، مو يعني ليش تهتم بالدنيا، لأنه هم هذا ما أدرك ما هي أهداف سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أبدا ما أدرك. متصور أنه سيد الشهداء عليه السلام خرج من أجل الدنيا، من أجل السلطة، أهداف دنيوية مثله هو، يعني هو منطقة وأفكاره دنيوية. بس شوف الكلام المعسول، شوف طريقة الإلقاء، هذا هو عين منطق كثير من الخايسين اللي موجودين في أوساطنا الآن، يستجرك إلى تثبيطك عن هذه الثورة الرافضية المجيدة في هذا العصر، يستجرك بماذا؟ بالعاطفة، بالعاطفة. ليش تسوون هالشكل؟ ليش تتحركون هذا التحرك؟ إيمو هذا يسبب قلاقل، هذا ممكن دماء تروح من وراه، إحنا لازم نكون مع أمتنا، منهجنا منهج أمتنا، ولا أم قالوا بأبيهم وأمي قالوا وهم أعرف التقية ديني ودين آبائي. يستجرك بماذا؟ شوف هذا ابن عمر جاب حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن جعله في ماذا؟ في غير موضعه، لأنه ما استوعب الأهداف المقدسة. قال رسول الله جدك يقول ما لي والدنيا وما للدنيا ولي، جاب الحديث، هو حديث قاله النبي، بس جابه في شنو؟ في غير موضعه، لأنه ما مستوعب، أحمق. هذولا من نفس الشيء يجيبون حديث هو صحيح، هذا حديث الأئمة عليهم السلام، التقية ديني ودين آبائي، هو طبعا الأصح لفظا التقية من ديني ودين آبائي، هذا للعلم بين قوسين نقوله. المهم يقولون هذا إيه الإمام عليه السلام قال هذا الكلام، بس دي يجيبوه في شنو؟ في غير موضعه، لأنه ما استوعبوا هذه الأهداف المقدسة وتصوروا أنها تناقض ذلك الحديث، مثل ما ابن عمر هذا تصور أن حركة الحسين تناقض حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا تصور. بعدين اللطيف هذا، وما أدري أقول هذه الكلمة أم لا، لازم نقول، كم واحد الآن يتحدث حتى من عوامنا مع الأسف بمنطق عبد الله بن عمر من حيث لا يشعر. عبد الله بن عمر شنو أول شيء قال للحسين؟ بأبي ونفسي لك الفداء يا ابن رسول الله، صحيح؟ زين آخر كلمة شنو قال؟ قال أستودعك الله من قتيل، اذهب أنت وربك فقاتل، وين لعد بأبي أنت وأمي ونفسي يا ابن رسول الله، يلا روح ويا بعد، أنت تقول أنا أفديك بعد، يلا روح. لا، من تصير صجية شنو يقول؟ أستودعك الله من قتيل، قبل بين عيني، قبل هنا جبهته وقال أستودعك في أمان الله والله وياك. بس هاي هي، كم واحد هم الشكل الآن؟ الناس تصرخ بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء يا أبا عبد الله، وتبكي، الناس هم يبكون، صدق يبكون. أما تعال صدق راوي الصجية قل له يلا تعال، يلا تعال، مو قضية سيف وحرب وكذا،
مع أنه هذه رخيصة في أهل البيت عليهم السلام. تعال بس قول كلمة الحق، كلمة الحق قول، شوية أخسر، شوية مثلا شوية أخسر، مو هالشكل. لا يدعوك هذا المجلس، يقول لا ما أقدر أقول، ما يدعوني هذا المجلس، بعدين ما أقدر أروح الحج مثلا. خذ 19 مرة رايح الحج ولا تروح بعد، خلاص كافي، مو لازم. لا مو هذا يزال علي، هذا يحكي علي، هذا ما أدري يصير لي مشكلة، هذا هالأمور، فيعني ما أقدر أتكلم. وين لعت إذن بنفسي أنتم وبأبي أنت وأمي؟ ماكو، كل حكي في حكي. هذا منطق عبد الله ابن عمر الآن، ويا إيش قد هذا مليان الآن هذا المنطق في أوساطنا، ومدمرنا، مدمرنا دمار، مدمرنا دمار. كل واحد يحسب حسابات دنيوية، كل واحد أدق الحسابات الدنيوية يحسبها، أما الحسابات الأخروية أصلا خارج قاموسه نهائيا، أبدا 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 خارج قاموس. يا أيها الناس كادت البراءة أن تنسى في عصرنا هذا، والله وبالله البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام كادت أن تنسى وتمحى لولا أن الله عز وجل قيض هذه الثلة المؤمنة فنهضت بهذه الوظيفة وجددت وأحيت مبدأ البراءة. قبل سنوات معدودة بالله عليكم ما كانت عائشة حتى في أوساطكم مقدسة؟ ما كان يقال لها سيدة؟ جحودا لأهل البيت، إساءة لأهل البيت، أنت لما تقول عائشة سيدة كأنك تصوب خنجر إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. كادت البراءة أن تنسى بالفعل. الحمد لله الله عز وجل أنعم علينا، أنعم علينا بالمخلصين الذين انطلقوا لأداء هذه الوظيفة وتجديد روح البراءة، براءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام. قوام الدين، قوام الدين، لا دين بلا براءة. واعلم، هذا ورد في الأحاديث الشريفة، واعلم أنه لا تنال ولاية الله إلا ببغض كثير من الناس، كثير من الناس لازم يعادوك إذا كنت ماشي على طريق ولاية الله عز وجل، لازم لازم يبغضونك ولازم تبغضهم أيضا. امشي على طريقك، لا تتزحزح، لا تتراجع، قل أنا هذا مبدئي، هذا مبدئي وهذا منهاجي ولن أحيد عنه. اللي يجيك بمنطق ابن عباس المصلحة والتكتيك، تكتيك وما أدري كذا، اللي يجيك بمنطق عبد الله ابن عمر منطق عاطفي، لا تلتفت إليه. اعمل كما عمل مولاك الحسين عليه الصلاة والسلام. هنالك موقف ومبدأ أساس ثبته أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا تجدونه في كتاب اللهوف على قتل الطفوف للسيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان. يقول: جاءه عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير، كلاهما جاء إلى الحسين فأشارا عليه بالإمساك، يعني خلاص تمسك ما تتحرك لا تثور. فقال لهما: إن رسول الله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه. ما أتزحزح، خلاص أنت هالشكل قول. أي واحد يريد تثبيطك وإرجاعك عن مواصلة نهج الثورة لأهل البيت وقول الحق في أعدائهم، قل إن مولاي جعفر بن محمد عليهم السلام أمرني بأمر وأنا ماض فيه. شنو هو هذا الأمر؟ قال الصادق جعفر بن محمد: من أعاننا بلسانه على عدونا لقاه الله حجته يوم القيامة.
وها أنا ذا أعينهم بلساني على عدوهم. قول هذا منهجي، خلك صريح بطل شجاع، تمثل بأخلاق الحسين وقوة الحسين وشجاعة الحسين المبدئية، لا تتزحزح أبدا. أي واحد يجيك قل له إمامي الصادق هكذا أمرني، إمامي قال هذا لسانك أعنا به على من؟ على أعدائنا. افضح أعدائنا، لا تسكت عنهم، افضحهم دمرهم، اعرض مخازيهم. الإمام العسكري عليه السلام يقول بينوا عوراتهم مثالبهم ولا تبقوا لهم باقية. لما واحد جاء إليه وقال له واحد من جيراننا لي جارا من النصاب يحتج علي بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، ماذا أمره الإمام العسكري عليه السلام؟ قال بينوا عوراتهم واكشفوا مخازيهم واعرضوا مثالبهم، هكذا أمره، ولا تبقوا لهم باقية. قل أنا ماشي على منهاجها، ما أتراجع مهما واحد يقول هنا أو هناك ويتفلسف خلافا للأحكام الشرعية، والله وبالله قل أنا ما أتراجع. كل الذين يأتون ويقولون لكم ترى هذا حرام وما يجوز وخلاف التقية ومن الحكي، لا، ليسوا متفقهين حقا. هؤلاء على فقه ابن عمر، على فقه ابن عباس، على فقه هؤلاء، مو فقه أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. أبدا ما كان فقه أهل البيت الطاهرين القعود السلبي هكذا في الجحور، ما تتحرك، ما تثور على الطغيان والباطل أبدا. هنالك منطق آخر، وهو أي منطق؟ منطق التخويف. عرفنا أولا منطق المصلحة مردود من قبل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، منطق العاطفة مردود من قبل أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، أكو منطق ثالث، منطق التخويف. يخوفك يقول لك ترى هذا المنهج هذا وراء الموت، موت موت، هذا هلاك، تهلك. مو بس أنت هم تهلك، ممكن أهلك، أسرتك، أطفالك، أهل بيتك، عشيرتك، ولد عمك، والمؤمنين يهلكون. هذا وراء موت، هذا هذا منطق من؟ أيضا واحد ممن يجله ويحترمه أهل الخلاف ويعتبرونه ممن يطلقون عليهم صحابة، هذا اسمه عبد الله بن مطيع العدوي، يعني من عشيرة عمر ابن الخطاب لعنة الله عليه، من بني عدي. هذا هم جاء إلى الحسين عليه السلام بهذا المنطق، منطق التخويف، أنه ترى هذا أنت تثور على يزيد وتخرج على يزيد، ترى هذا وراءه الموت، موت. في كتاب التبر المذاب في بيان ترتيب الأصحاب للحافي الشافعي في الصفحة 76 يقول ذكر هشام بن محمد وابن إسحاق، هذول أصحاب السير معروفين، قال لما خرج الحسين لقيه عبد الله بن مطيع فقال يا أبا عبد الله إلى أين جعلت فداك؟ إياك وأهل الكوفة، وذكره غدرهم وفعلهم بأبيه وأخيه، ثم قال إلزم الحرم، خليك في الحرم، حرم المكي، فإنك سيد العرب ولن يعدل بك أحد، وتقصدك الناس من كل جانب، فوالله لئن قتلك بنو أمية لم يهابوا بعدك أحدا، وليسترقن بعدك الأحرار.
نصير أرقاء، نصير عبيد ترى من بعدك. وصدق هذا صار، جاءوا في واقعة الحرة لما استباحوا المدينة واسترقوهم، كل واحد جابوه قالوا تعال بايع على أنك عبد قن ليزيد بن معاوية، وبايع على هذا الأساس. هذا صحيح صار، موت صار، استرقاق هم صار، لكن الحسين تراجع، قبل بهذا المنطق، منطق التخويف والتهويل من الموت، وخير إن شاء الله موت، موت في طاعة الله خير من معصية في حياة الناس، خير من حياة في معصية الله عز وجل. هذا منطق الحسين. شوف الحسين ماذا أجابه بعد ما هذا هول، وقضية موت واسترقاق وإلى آخره. شوف كلمة سيد الشهداء عليه السلام كما يرويها الحافي الشافعي عن هشام بن محمد وابن إسحاق، يقول: فقال له يا عبد الله أكل ذلك فرارا من الموت؟ كل هذا تحكي ومتكلم، كل هذا فرار من الموت؟ تخاف يعني لهالدرجة أنت خواف من الموت؟ والله الموت مع الحق أولى، والله الموت مع الحق أولى من الحياة على الباطل. الله أكبر، أين تجد مثل هذه المبادئ إلا في منهاج سيد الشهداء الحسين بن علي؟ هذه كل كلمة والله تستأهل أن الواحد يكتبها بماء الذهب يعلقها ببيت ويعلمها أبنائه. إحنا كلنا إذا نعلم أبنائنا ترى هاي العبارات مالت سيد الشهداء عليه السلام، إحنا نصير أقوى أمة في العالم، أقوى أمة نصير. بس مشكلتنا هاي، إحنا أبنائنا أول شيء نعلمهم التقية ديني ودين وآبائي، أول حديث يحفظه: والله الموت مع الحق أولى من الحياة على الباطل، والله لجهاد يزيد على الدين أحق من جهاد المشركين. الله أكبر. وأكو بعض الناس يقولون شنو؟ إحنا أمامنا عدو كافر صهيوني مشرك استكباري استعماري مو هالشكل، فإحنا لازم نغض الطرف عن هذه الأمور لأن أمامنا عدو مشترك وأخطر، ومن أجل أن لا يتغلب الاستعمار والصهيونية وأمريكا وإلى آخره، فإحنا لازم شنو؟ نعطل هذه الوظيفة، ما نسوي بيناتنا مشاكل، خلونا أمام العدو الخارجي، أهم شيء العدو الخارجي إحنا. هذا منطق مخالف لسيد الشهداء. سيد الشهداء بصراحة يقول والله يقسم لجهاد يزيد على الدين أحق من جهاد المشركين. وكانوا ترى كان أكو مناوشات، أنت تتصور في زمن يزيد ما كان أكو مناوشات بين المسلمين وبين المشركين؟ ما كان أكو ثغور؟ كان موجود، تواريخهم تنقل كان أكو حروب ومناوشات وغزوات وفتوحات وإلى آخره، موجودة يعني المشكلة موجودة، كانت أكو دول محيطة بالمسلمين تريد ماذا؟ أن تتغلب على المسلمين وتحيك المؤامرات على المسلمين. ولكن الحسين لم يعطل ثورته التصحيحية الداخلية في أوساط المسلمين بدعوى حجة أنه أكو عدو خارجي موجود، بل على العكس قال هاي الثورة الداخلية والجهاد الداخلي أولى من جهاد أولئك المشركين الذين هم في الخارج، أولى، ويقسم على ذلك. أكل ذلك فرارا من الموت؟ تخافون من الموت إلى هالدرجة؟ تخافون من نصرة أئمتكم عليهم السلام؟ تخافون من الموت في نصرتهم؟ إذن أين تشيعكم؟ أين إسلامكم؟
وشوف ليش سيد الشهداء عليه السلام أجابه بهذه الكلمة، لماذا قال له أكل ذلك فرارا من الموت؟ لأنه هذا بالفعل هالشكل، هذا وقع في الذي كان يحذر، هذا بالفعل فر من قبيلة عمر، بعد فر فرارا، وبعدين أراد أن يجبر فراره، ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، فقتل وذهب إلى جهنم وبئس المصير. شلون؟ هذا ارجع إلى ترجمته في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر في المجلد الأول الصفحة 305، حين يترجم لعبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي، يقول عبد الله بن مطيع هذا هو الذي أمره أهل المدينة حين أخرجوا بني أمية عنها، لما صارت ثورة المدينة ثورة الحرة، هذا أمروه عليهم. قال الواقدي إنما كان أميرا على قريش دون غيرها، طردوا عمال بني أمية وهذا أمروه، قريش أمرته على نفسها، جعلوه الأمير عبد الله بن مطيع. زين، قال الزبير، يعني الزبير بن بكار المؤرخ، كان عبد الله بن مطيع من جلة قريش شجاعة وجلدا. يقول كان شجاع، جلد قوي، ومن أجلاء قريش، من الأكابر هذا المفروض. وقتل مع ابن الزبير، خلصت هاي ثورة الحرة راحت، بعدين صارت شنو؟ ثورة ابن الزبير في مكة، هذا راح التحق بابن الزبير لما أعلن ابن الزبير نفسه خليفة، راح صار وياه وقتل هناك. طيب شلون هو صار أمير في هذه المعركة وانت تقول شجاع؟ لا، طلع شجاع على نمط شجاعة عمر بن الخطاب. شايف شلون عمر يقولون عنه شجاع بس دائما أول واحد يشرد الشكل، هذا من نفس الطريق. يقول وكان هرب يوم الحرة، الآن صاير أمير يوم الحرة وكذا، تركهم وراح شرد ولحق بمكة. فلما حصر الحجاج ابن الزبير، الحجاج سوى محاصرة على ابن الزبير كما تعلمون، وضرب الكعبة بالمنجنيق، جعل عبد الله بن مطيع يقاتل ويقول، هناك أظهر يعني شجاعته وقتاله. فماذا كان يقول في أرجوزته؟ يقول شعر، يقول أنا الذي فررت يوم الحرة. ما شاء الله، لا خوش بطولة. يقول أنا الذي فررت يوم الحرة والحر لا يفر إلا مرة، على الأقل مرة متروك، مرة واحدة مسموح، مو مشكلة، هذا إلك حقي. يا حبذا الكرة بعد الفرة لأجزين كرة بفرة، يعني خلاص أنا مو فريت مرة، خلاص هذا بعد كافي، هالمرة لازم كرة بعد، أجزي بهذه الكرة تلك الفرة. وراح قتل إلى جهنم وبئس المصير. شوف هذا اللي يستأهل كلمة سيد الشهداء عليه السلام، يقول له أكل ذلك فرارا من الموت. شوف هذا الذي كان يفر منه وقع فيه أخيرا، ووقع فيه بعد سواد الوجه أيضا، بعد فضيحة أيضا. كم واحد منا الآن عنده منطق عبد الله ابن مطيع؟ وكم واحد سبحان الله هم بعد الفرة أم وقع في الذي كان يخشاه من الموت؟ كم واحد قتل؟ أنا ما أريد يعني حقيقة أتكلم في هذا البعد كثيرا، لأنه هذا قد يلامس يعني بعض مشاعر الثكالة من الناس، ولكن من أجل الدين لابد من البيان ولو كإشارة عابرة. أنتوا شوفوا بالله عليكم كم واحد الآن قتل في هاتين السنتين الأخيرتين، في البحرين، في القطيف، في هذه الأمكنة التي صارت فيها بعض الاضطرابات، وكان كثير من هؤلاء الذين قتلوا ينكرون علينا هذا المنهج بدعوى الفرار من الموت.
وهم قد وقعوا في ذلك. بس على شنو؟ على كرة بعد الفرة وفي قضية سياسية، وحتى من أهل العراق نفس الشيء. سبحان الله، رأيت بعيني من دخلوا السجن ومن قتلوا، وكانت دعواهم من ذي قبل أنه إنما نعادي منهجكم هذا لأنه يسبب موتا أو سجنا أو اضطهادا أو ما شاكل أو ظلما، فهذا ليس فيه صلاح، فلماذا إذن وقعتم في الذي كنتم تعادونه؟ هذا منهج عبد الله بن مطيع بصراحة. شوف عبد الله بن مطيع لو كان رجال حقيقة، لو كان يفكر بشكل سليم، يروح مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الاستشهاد بين يدي الحسين بن علي، مو بين يدي عبد الله بن الزبير، ومو كر بعد فر، والحر لا يفر إلا مرة. هذا وين وصلك؟ هذا وصلك إلى حضيض جهنم، هذا وصلك هم إلى عار، يعني عار ملحوق بك إلى اليوم، إلى يوم القيامة ملحوق بك، أنه أنت شنو؟ جبان، ولما أردت أن تجبر جبنك جبرته بقضية خاسرة سياسية، رحت لحقت بمن؟ بعبد الله ابن الزبير، صاحب طموح سياسي كان، منافس لعبد الملك بن مروان، يريد هو يصير خليفة حاكم مكانه. بس هاي هي القضية، مو قضية دينية، مو قضية مقدسة. ذهبت دماؤك هكذا، حياتك ذهبت هكذا، في حين لو كنت مختار ذلك الهدف المقدس من ذي قبل كان إلى اليوم ذكرك. لو افترضنا عبد الله بن مطيع من هذول 73 الذين نصروا الحسين عليه السلام واستشهدوا بين يديه، بالله عليك أما كنت تجد اسمه على كل المنابر في كل مكان مخلدا، اسمه يتلألأ بآيات التمجيد والتعظيم والإكبار والاعتزاز في كل مكان، مثل ما احنا نعتز بزهير وبرير والحور وغيرهم من أصحاب الحسين عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكنا لنزوره دائما بالزيارة التي ورثناها عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ونخاطبه هو وبقية الأصحاب، نقول بأبي أنتم وأمي طبتم. يا أخي المشكلة هي هذه، المشكلة لما يصير عندك قصور في الفهم فتذهب من يدك الفرصة. قدر الفرصة حينما تأتيك، حينما يعرض عليك أن تجاهد جهادا دينيا حقيقيا في الدعوة إلى الله عز وجل مع خسارة الدنيا. في السنة الماضية بينت لكم في الليالي الحسينية كان هذا عنوان إحدى تلك الليالي، لا دنيا مع الحسين، لا دنيا، لازم الدنيا تشيلها من قاموسك إذا تريد تصير حسيني عدل، تشيل الدنيا من قاموسك. هذا لو كان هالشكل مسوي خسر الدنيا، نفرض خسر الدنيا، لكنه كان سيكسب الآخرة ويكسب المجد في الدنيا. شنو الفائدة أنت تكسب؟ نفرض عبد الله ابن الزبير انتصر وصار حاكم وانطاك وزارة الخارجية فرضا، وفترة زمنية معينة شوية لملمت لك شوية فلوس، شوية قصور مو هالشكل، شوية عبث ببعض الجواري، شوية أموال صارت إلك تأكل ألذ الأطعمة تلبس أفخر الثياب، بعدين تموت تنقبر ويموت ذكرك. أما لو كنت ذهبت مع الحسين واستشهدت هناك لكسبت الدنيا، ولكن أية دنيا؟ دنيا الفخر والاعتزاز والمجد والكرامة، هذا هو الفرق. كنت ستحيا إلى الأبد بذكرك، باسمك، بتأريخك، هذا هو الفرق. هي هذه المشكلة أيها الإخوة، الوقت قد أدركنا، هي هذه المشكلة، مشكلة أننا مع الأسف إلى اليوم نحن الذين ندعي أننا أتباع الحسين عليه الصلاة والسلام لم نستوعب منهجه جيدا،
ولم نتمثل هذا المنهج ونطبقه جيدا. هنالك حجج أخرى، ذرائع أخرى عرضت على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لثنيه عن مواصلة طريقه وجهاده، هذه نتركها إن شاء الله إلى الليلة المقبلة إذا أحيانا الله عز وجل. ألا فابكوا سيدكم واندبوه.